تختال تيمين من داخل نادي الزمالك مع عيلة زملكاوية جدا جدا. في البداية طبعا حابب ارحب بيهم. استاذ رامي اهلا وسهلا، منورنا في قناة زمالك من داخل نادي الزمالك. نورك يا حبيبي، طول عمرك منور الدنيا والله. ربنا يخليك. الله جيت يكرمك. نادي الزمالك قبل كده؟ كتير كتير موجود يعني جوه النادي. كتير. الزمالك في كياننا وفي روحنا كله، يعني كل حاجه في البيت بتبقى دايره زمالك من اول اليوم لاخره. طبعا ارحب بقيه العيله وارجع لك تاني. اتفضل طبعا حبيبي. اكيد الزمالك اتفضل. بالنسبه لنا كلنا حياه. اتفضل حمزه، منورنا في قناة زمالك. بنورك. قبل التصوير بيقولوا لي حمزه الزملكاوي، حمزه الزملكاوي. جاي ازاي الاسم بقى؟ عشان انا كنت دايما يعني كنت بروح الاستاد وانا كنت بشجع يعني والكلام ده يعني من وانا كان عندي 4 سنين وكنت بقعد اشجع في الجماهير وبابا وماما وكده، فطلعوا عليا اسم حمزه الزملكاوي. طب واضح انك انت متعصب ودايما في الاستاد شكلك كده بتقلب الدنيا. تحب الزمالك قد ايه؟ يعني حب بلا مانع. بلا مانع. منورنا حضرتك في قناة الزمالك، وما شاء الله يعني الابن والأحفاد يعني حاجة محترمة جدا وكلهم زملكاويين. أنا الحقيقة يسعدني إني تتاح لي هذه الفرصة وأقابل سعادتك وأقابل الناس اللي رفعت اسم مصر سنوات كبيرة في مجال الكرة. ربنا يديك الصحة يا رب. أنا بشجع نادي، أنا مبسوط وفرحان وفخور إن أنا موجود مع حضرتك والله. الله يبارك سعادتك. أنا بشجع الزمالك من الستينات. ربنا يديك الصحة. يكن ورفاعي ورأفت. رأفت عطية كان ساكن معايا في البيت، وعبد نصحي ساكن في نفس المنطقة، فكنا مكونين جروب اسمه جروب الزمالك على ده. الكلام ده سنة 60. ربنا يديك الصحة. والحمد لله. بس انت لسه صغار وشباب وزي الفل. كلنا كبرنا ولكن الجيل بتاعنا الحقيقة بيحمل ذكريات جميلة جدا 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 وكلها مفاجآت. يعني انا اسمح انا لي لا براحتك بقى، انا يعني ده يعني اسمح لي اقول، عايزين نسمع الحاجات الحلوه دي، بعض الطرائف الغريبه اللي مرت علينا. انا فاكر حماده امام كان عنده 18 سنه، وكان كابتن يحيى امام موجود في غزه، فالمشير عبد الحكيم عامر قبل الماتش النهائي لكاس مصر تحت 20 سنة، فاكر قال ابعتوا هاتولي الولد ده، وجه ولعب ماتش مع الاهلي وسجل 4 اهداف وهزم الاهلي 6-0 وخدنا الكاس، كاس مصر لتحت 20 سنة. تحت 20 سنة. دي من الحاجات الحقيقة اللي ما انساهاش ابدا ابدا ابدا. ده كان بداية يعني الكابتن حمادة بداية نجوميته في الفترة دي. كان لسه شوية. بعد كده انطلق حمادة امام بقى الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. الحقيقة 9 سنين اللي كان بيلعب فيهم الاهلي لم يحقق انتصار على الزمالك. الكلام ده هنا في ذاكرتنا، لان حماده كان ما حضرتش، فاكيد على مسؤوليه حضرتك. انا بقول لحضرتك الحقيقه اللي هم كلهم طبعا ممتازين، لا استثني واحد فيهم، وكلهم مخلصين وعددهم مش بالمئات، عددهم بالالوف. حسن شحاته ده كنا ننزل الملعب نقول حسن شحاته يا معلم خلي الشبكة تتكلم، ونقعد نهتف هذا الهتاف. حسن شحاتة يعتبر معجزة كروية، كلاعب، كمدرب، كإنسان، ويقود فريق مصر للفوز 3 مرات متتالية. حسن شحاتة كان أحسن مدرب لسنتين متتاليتين. واضح انك انت بتحب الكابتن حسن أوي. الحقيقة حسن شحاتة قدم كتير، وكل ولادنا قدموا، كل ولادنا ما استثنيش حد، لان انا بشوف اللاعب الزملكاوي بينزل عايز فعلا يحقق النصر، انما اذا جت ظروف او جت حاجه احنا راضيين واحنا مع النادي للنهايه. ومن خلالكم يعني بترحم على محمد حسن حلمي الله يرحمه، الراجل اللي نقل الزمالك نقلة كبيرة جدا جدا. الزمالك كان موجود في الزمالك،
راح لشيخ الازهر وتفاوض على دي سنوات لغايه ما قدر يحصل على 100 عقبه على نادي الزمالك هنا. الحقيقه دي حاجات يعني هم اعمده الزمالك كتير وناسها كتير. المستشار مرتضى منصور من الأعمدة الكبيرة قوي اللي بعتز بيه شخصيا، لأن هذا الرجل يعني لا يقف، سبحان الله، موفق في جميع الاتجاهات، وفعلا بيحاول يجعل من نادي الزمالك زي نادي ريال مدريد. احنا كان يا رب ان شاء الله ايامينا كان دي ستيفن وده حاجة كبيرة خالص وبوشكش، وجيهم هنا ولعبوا والزمالك تفوق، فكانت عندنا فرحة. حضرت الماتشات دي؟ حضرتها كلها. موجود في المدرجات. انا عبد نصحي كان لما يجي رايح الملعب يلا يا عز الدين، كنا شباب. ما انت لسه شباب وزي الفل. الحمد لله، هتيحي الفرصه لاولادي. انا كده خدت. احنا عايزين، لا احنا عايزين حلقه كامله مع حضرتك اكيد. الله يجازيك خير، انا سعيد بحضرتك جدا وباولادي، واتمنى تكونوا احسن مننا. ربنا يديك الصحه. ادعو الله انكم تبقوا احسن مننا. ربنا يديك الصحه يا رب. يوسف، منورنا في قناه الزمالك. نورك يا كابتن. قول لي بقى، حبيت الزمالك ازاي ومين اللي خلاك تحب الزمالك؟ جد. انا واضح ان العيله كلها كان هو الاساس. جد. كان بيعمل لك ايه بقى؟ قول. جده كان بيقول لك ايه؟ كان بيقول لي الزمالك حلوه وبيلعبوا حلو وكده. وتعال نتفرج على الماتشات وكده. كان بياخدك المدرج ولا كنت تتفرجوا في البيت؟ الاثنين. انا حضرت مدرجات كتير يعني. ايوه. الماتشات اللي بتحبها دايما وتتفرج عليها؟ مش فاكر خالص. مش فاكر خالص؟ لسه صغير. لكن ما روحتش الفترة الأخيرة خالص. ما روحتش. ماشي. زرام، أكيد واضح إن الوالد هو السبب والأساس في حبك للزمالك. قول لي بقى، كان بيعمل لك إيه عشان تخليك زملكاوي؟ لا، من يوسف لسه مش فاكر. من صغرنا يعني، أنا بفتكر إن البداية كانت بالنسبة لي أنا من 94 ماتش السوبر. كان الوالد من الصبح بيجهز لماتش السوبر للزمالك إن إحنا نتفرج عليه. كان إحنا أغلب العيلة عندنا زمالك. قليل جدا اللي بيشجع اي فرق تانية، بس واضح يعني ما شاء الله الوالد يعني جدا زملكاوي. زملكاوي كده متظاهر قوي كمان. التشجيع احنا بنخاف عليه يعني، لما بيبقى في ماتش للزمالك بنبقى خايفين عليه جدا يعني، لا قدر الله يحصل حاجه من التشجيع يعني. وده مزروع فينا كلنا. فافتكر ان البدايه كانت فعلا في 94، بعد كده الحب بقى ابتدى يتوالى. انت خدت بقى طريقك لوحدك، قلت خلاص بقى انفصلت يعني بقى. هو حطك على يعني على الطريق. انا افتكر ان احنا كان في ماتش للزمالك في الاستاد وما كانش فيه تذاكر ونطينا من على السور واتضربت العصايه. الجماهير المعظمه اللي كان زمان دايما يقول لي حته نط السور ده بالنسبه لهم كان اساسي يعني. حاجه عاديه جدا، ما كانش في اي مشكله بالنسبه لنا ان احنا ننط 100 سور عشان خاطر نقدر نتفرج هو على ده جمهور الزمالك العظيم. اكيد والله، ما مستحيل، لازم نبقى في ظهره ولازم نبقى معاه مهما حصل من اي ظروف. احنا ما فيش الزمالك ده عشق. روح بقى للمحلل الكبير بتاعنا، سمعت ان هو بيتكلم في الكوره بحاجه. قول لي بقى، انت شايف الاداء يا حمزه ازاي؟ انا عايز بقى اتكلم معاك في الكوره. قول لي بقى، انت شايف الاداء ازاي الفتره الاخيره؟ انا شايف يعني هو احنا عادي يعني، لو مره نقل مره نزيد عادي. ما اي فرقه برضو يعني، اي منافس لينا برضو بيقل يعني. انا شايف ان هي حاجه عاديه يعني، شايف ان هي مرحله عاديه، وان شاء الله الفتره اللي جايه ان شاء الله ان احنا نبقى احسن ونعدي وناخد الدوري ان شاء الله. مين من لعيبه الزمالك دلوقتي انت بتحبها؟ يا كل اللعيبة. ده زي بابا يعني. برضو يعني مثلا كابتن شيكابالا، كابتن زيزو. انت مرتبط بكل لعيبة الزمالك يعني؟ ايوه. قول لي بقى، الماتشات بتحضر ماتشات الفترة الأخيرة دي صح؟ ولا بقالك كتير ما بتحضرش؟ يعني بقالي شوية كده ما بحضرش. طب قول لي، يوم الماتش بتعمل ايه؟ لو انت ما بتحضرش الاستاد بتعمله في البيت؟ بنفضل يعني من أول ما نصحى بنفضل جايبين القناة اللي هيجيب عليها الماتش، نفضل قاعدين ما نقومش. قولي بقى، بابا وجده الاتنين هما اللي حببوك في الزمالك؟ يا بابا وماما واخويا وجدي. انت كل العيلة زمالك يعني؟ انت البيت بقى الحياة يعني. حتى المستر بتاعي في المدرسة برضه زملكاوي. ودايما برضه لما الزمالك بيكسب بيروح ويحتفل معايا. يعني انا نص اللي اعرفه مثلا زملكاويه.
وانت حمزه الزملكاوي فلازم كل اللي حواليك يبقى زملكاوي يعني. اه طبعا. قول لي بقى حاج عز، اتفضل. انتمائك وحبك للزمالك ورثته للاولاد والاحفاد ده نابع من ايه بالنسبه لك؟ الحقيقه يعني وجود يعني ايه اللي خلاك مرتبط قوي بالزمالك كده؟ وجود علاقه مباشره وجيره مع الرعيل الاول. كان لهم تاثير كبير عليك يعني. اكيد يعني لما يبقى جاري يكن وعبد نصحي وفطاحل كمان ما شاء الله ورأفت الله يرحمه الله يرحمه اللي مات منهم واللي عايش وجمال عبد الحميد ده حدوته كابتن جمال. جمال عبد الحميد كان جاري وساكن في الشارع اللي ورايا في عباده بن الصامت في السادات في مصر القديمه. الراجل ده لعب في الاهلي الاول، حظه كويس رجله اتكسرت، الاهلي سابه فتره وفي الاخر استغنى عنه، الزمالك خده. جمال عبد الحميد يسجل 115 هدف. جمال عبد الحميد يقود فريق الزمالك للفوز مش خمسة ولا ستة، أكتر من خمس ست مرات يعني الحقيقة، وحقق بطولات. الراجل ده أنا بدعي ربنا إنه يديله الصحة والعافية، وأشكره على ما قدمه هو وبقية الحاليين والسابقين، لأن كل واحد بيقدم على قد ما يقدر عليه. نادي الزمالك نادي محترم جدا وناسه محترمة، حتى في خلافاتها محترمة. لما كان بيحصل نادي آخر يحرز بطولة كنا بنبعت نهنيه، ما كناش بي 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 بنحس بالشماتة أو لما ينهار مثلا نحس بالشماتة. بس أنا حضرتك كلمت في النقطة دي جدا، السوشيال ميديا اللي موجودة والحاجات اللي موجودة لا تأثير سلبي على الموضوع ده؟ أكيد. أنا عايز ولادنا يحسوا إن دي رياضة، رياضة بتربي الأخلاق قبل ما بتربي إن أنا أحرز دوري أو كاس. الرياضة تعلو بالأخلاق. سأل الكابتن علي خليل مباراة الإسماعيلي. ومحسن اليمني احنا كنا عيلة دولية. انا كان عندنا لاعب نيجيري بس ياك الذاكرة تخلينا اجيب باسمه. اللاعب ده اول ما نزل ثلاث ماتشات ورا بعض يسجل ست جوان وعمل حاجة كده، فبقى لدرجة انا مرة بناقشه قال انا مش حاسس ان انا ببلد غريب، انا حاسس ان انا ببلدي. ان شاء الله بس يسعفني الذاكره واجيب اسمه. واللي جاب الثلاث ماتشات الثلاث اجوان متتاليه كان ايمانويل. بس ايمانويل قعد فتره ما بيجيبش اهداف، لا وبعد كده لما نزل في اخر الموسم جاب، بدا يجيب. ايوه ثلاث ماتشات متتاليه تقريبا. انا عندي ذكريات جميله وعايز اقعد معاك حلقه تانية خالص. لا ده احنا لان الزمالك ده انا ببقى منفعل والعيال يقولوا لي يا جد لسه بيقول لي يا جد لا يجرى لك حاجه. يعني مثلا ربنا يديك الصحه يا رب. الله يخليك. شكرا ليك. شكرا. الله يخليك يوسف. قول لي بقى مين من لعيبه الزمالك انت بتحبها؟ شيكابالا وزيزو كلهم. كلهم برضه؟ مفيش حد مميز بالنسبه لك يعني؟ قول لي بقى انت احتفلت بالدوري السنه اللي فاتت ازاي؟ جبنا تورته وضع العيله بقى كلها مع بعض. العيله كلها بتتجمعوا بقى. وعملنا ريسه وكده. ماشي يا يوسف. زرامي حضرت ايه الماتشات الاخيره؟ هو يعني من ساعه الكورونا كان انت ما حضرتش وتذكرتي يعني. بقى الموضوع صعب شويه. الموضوع بقى صعب بالنسبه لي شويه. انت بالنسبه لك اهم حاجه كان نط السور ده في الاول، ده كان هو ده المهم الاساسي. مش عايز تدفع يعني؟ لا لا خالص والله. انا بهزر معاك. ان ما كانش بيبقى فيه فعلا تذاكر، التذاكر كانت بتخلص على طول. ده فعلا ده فيها احيانا ب 40 ثانيه و 50 ثانيه تذاكر كامله بتخلص يعني. انا عندي حمزه كان بدايه يعني بدايه ماتش، اول مره كنت اخده ماتش كان الزمالك وحرس الحدود والزمالك كسب 3-0. جينا بعدها خدته معايا ماتش تاني، الماتش اللي بعده على طول الزمالك كسب 3-0. طب ما عايزينك في المدرج على طول يا حمزه. بقى عندنا الكوره بالنسبه لك. كل ما يروح الزمالك، لدرجه ان افتكر كان ماتش الزمالك والمقاولين والزمالك كان الدقيقه 90 كسبان 2-0، فقام حد من المدرج قال لهم استنوا لسه في جون كمان، حمزه موجود. لسه في جون. وبالفعل دخل الجون الثالث. وبالفعل دخل الجون الثالث فعلا. فحمزه يعني اهتميت بيه جدا ان هو يعني احببه فعلا في المدرج.
بسبب حماسه برضو، عنده حماسه رهيبه واضح ان هو ما بيقعدش ساكت في المدرج اكيد. لا خالص، ده ده بيقود الجمهور كمان. ما شاء الله، ربنا يبارك لك فيه. الله يبارك. تقول ايه بقى لعيبه الزمالك؟ تقول ايه لعيبه الزمالك؟ شدوا حيلهم شويه، هم رجاله 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 جدا، وعودونا على الفوز. وان شاء الله باذن الله اللي جاي احسن معاهم. واضح انت ما شاء الله متفائل دايما. التيشيرت الزمالك مش قليل، والتيشيرت الزمالك بيعمل رهبه لاي لعيب عامه بيلبسه، حتى لو جاي جديد وحتى لو قديم بقاله سنين. تيشيرت الزمالك مش قليل، لازم هم يكونوا طبعا فاهمين قيمه التيشيرت اللي هم لابسينه، وانا متاكد ان هم فاهمينه كويس، وان شاء الله باذن الله الموسم دوت مش لسه. عندنا بقى بطوله مهمه جدا كل الزمالكاويه بيستناها، بطوله افريقيا. ان شاء الله ان شاء الله. يعني ان شاء الله انا متفائل خير جدا والله للي جاي، وبالذات بطوله افريقيا على فكره. يا رب ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. وحققنا الكونفدراليه، مش 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 بعيده خالص ان احنا، وحققنا بطوله افريقيا اكتر من 5 مرات او 6 مرات، فانت مؤهل فعلا لده، وسهل عليك مش صعب يعني. كمان الجيل اللي موجود ما شاء الله فيه لعيبه واسامي كبيره جدا. مدرسه الفن والهندسه. الزمالك مدرسه الفن والهندسه، ما بيجيبش لعيب وحش، فاحنا اللعيبه واثقين فيهم جدا جدا، وان شاء الله هم قد الثقه دي. وربنا يعينهم يا رب على اللي هم فيه، المسؤوليه الكبيره اللي هم فيها. نروح لمشجعنا الكبير حمزه، قول لي بقى تقول ايه لعيبه الزمالك؟ انا يا برضه بقول لهم يعني هم ابطال فعلا، يعني هم رجاله ويقدروا يكسبوا اي منافس تاني. يعني شايف الفتره اللي جايه دي فتره لعيبه؟ ايوه. بس انا بقول لهم يعني شدوا حيلكم حبه، يعني قول براحتك انا معاك، قول اللي انت عايز تقوله. يعني في لعيبه كتير من عندنا يعني لقطة كده قلت حبة. انا بقول لهم لا، انتوا رجالة وتقدروا ترجعوا تكيكوا دي بإذن الله، وتكسبونا اي ماتش نروح. وانا عايزينك اي ماتش. طب ما انا عايزين نشوفك في المدرجات كتير لو بقى. بنلعب لو بنلعب مين؟ لو بنلعب باريس سان جيرمان. طب انت او انت موجود في المدرج بقى، اعتبر ان انت بتقود مدرج دلوقتي، هتغني تقول ايه؟ حبيتك يا زمالك من غير ما اسال سؤال، وهشجع الزمالك مهما طال وطال. يا وبرده في التالتة يمين، فاكر انا اول مره جيتها كان من سنين، مش هنسى لا يومها ولا ساعتها كنا ساكتين، صوت رج الملعب مره واحده تشجيع ملايين. ده تشيرت العمر يا ابيض لو رحت فين، عمري ما احب زيك انت لو حتى مين، لو حتى مين. واسمع كلامي، سامع كلامك، انا جنب النادي ده طول عمري ما همني اسامي، ناس تمشي وناس تفضل بروحها كسبه احترامي، انا مش بريء لو كان حبك هو التهام، هو التهام. لا ما شاء الله ما شاء الله. حاجة حابب تقول ايه بقى لعيبه الزمالك؟ الجيل بقى القديم المحترم. انا عايز اقول لجيل لعيبه الزمالك، انتوا ان شاء الله اقدر منا على الحفاظ على ما بنيناه، وان شاء الله تبنوا احسن منه، وان شاء الله تكونوا احسن مننا، لان انتوا متاحه ليكوا فرص ما كانتش متاحه لينا. احنا كان جيل يعني امكانياته بسيطة جدا، ورغم من ذلك كان متفوق ومتفوق. واسألوا ريال مدريد، واسألوا بنفيكا، واسألوا النوادي الكبيرة اللي لعبت نادي الزمالك. الزمالك نادي ليه قيمته على مستوى العالم مش على مستوى مصر، والناس لازم تعرف الكلام ده بإذن الله. يوسف تقول ايه لعبت الزمالك؟ بقول احنا نقدر نكسب اي ماتش، وفي ناس في اللعيبه عايزين طاقتهم تزيد شويه باذن زي الله. ما حمزه قال. زي ما حمزه، تاخد كلام حمزه. انا بشكركم الصراحه، وعيله زمالكاويه محترمه جدا، وانا فعلا مبسوط ان انا كنت موجود معاكم. الحاج لوحده عايز حلقات مش حلقه. الله يبارك لك، وانا سعيد جدا في وجودي بينكم، واشكر الله ثم اشكركم على اتاحه هذه الفرصه. لا ده شرف لينا والله. شكرا. وده حقكم وبرنامج الجماهير هو. الله يبارك فيك جدا فندم. الله يبارك فيك. شكرا ليكم.